صباح الخير يا سارة، وصباح الخير لكل المشاهدين. يعني بدي أقول لك سارة، كل العالم رجعت على أجواء العمل من بعد عطلة العيد الطويلة، إلا أنا مع شاهد مستمرين بعيدكم معنا، واخترت لكم بهذه الفقرة يمكن هيك أبرز الأعمال الكوميدية والمسرحيات، ومصر أنه أرجع ضلني أتكلم مرة واثنين وثلاثة عن العمل الضخم كوكو شانيل. أول مسلسل رح نحكي عنه اليوم هو مسلسل أمر إخلاء بجزءه الثاني. هذا الموسم الجديد فيه مغامرات جديدة، وما لازم يفوتكم هذا الجزء الثاني من المسلسل الكويتي الشهير على شاهد في آي بي، لأنه من بعد استقرار نسبي بحياة عائلة عمشة تظهر سندس مع بنتها من جديد ليستقروا معهم. هن ما لحقوا بالجزء الأول أنه يتخلصوا من العائلة الأولى لحتى صار في عندهم عائلة ثانية عم بتفوت معهم بهذا الجزء، فخلينا نشوف هذا التريلر. الله يعطيك العافية، شلونكم؟ أخباركم؟ شيبانكم؟ ورعانكم؟ أخوانكم؟ أخواتكم؟ أحفادكم؟ طيبين؟ شو عندك أنت؟ ما عندي شيء يا بنت الحلال. ما في شيء. ليه ما تبين أشوف؟ ما في شيء. طبخة شيء؟ بالله عليك. وش فيك هالشكل ليه؟ أدري إيش فيك. يعني أنا مريضة؟ لا أنت مجنونة مو مريضة، ما تعادين. يعني أنا مجنونة؟ الحين بدخل داخل وربطوني بهذا القميص الأبيض بأكمام طويلة. هي عادي إيدك طويلة، تقدرين تطلعين نفسك منه. شوي شوي بنت الحلال. شوف الطوفة، تشوف سنفور؟ ها؟ أنت تشوفين شيء أنا ما أشوفه ولا؟ أنت شو تشوف؟ قول لي، أنت شو تشوف؟ أشوف طوفة، ما في شيء. شوف سنفور حميدان. وين سنفور؟ تضحكين علي أنا؟ عادي الخطط السليمة. يعني ما فيكم ما تضحكوا إلا لما تفرجوا هيك مسلسلات خفيفة الظل، وبفضلها أنا عادة لما تكون هيك في البيت. ولما يعني عنده هيك المسلسلات الخليجية، أيضا في عنده خيار المسلسلات المصرية، وأكيد عم بحكي عن مسلسل الكوميدي اللعبة بموسمه الثاني من بطولة شيكو وهشام ماجد أو وسيم ومازو، وهن زميلين اللي بتنافسوا منذ الصغر على نوع من الألعاب بطريقتهم الخاصة. فهذا تريلر للجزء الثاني اللي صار كله موجود على شاهد في آي بي، خلينا نشوف. حرف الشين. حرف الشين. اوتوبيس كومبلي. اوتوبيس كومبلي. وهي اوتوبيس كومبلي بحرف الشين. يا حبيبي ده اسم اللعبة. طيب كل واحد يحط الورقة قصاده. ولد شريف. شاكر. بنت شريفة. شريفة ايه؟ ما شريفة هو شريفة. كتبت ايه انت؟ طبق فلح. شاكرة. شاكرة ده مش اسم يا ابني، شاكرة ده صفة. خرجت شيماء من المستشفى شاكرة. ايه شاكرة دي انت كمان؟ مش عارف، ما جاش في بالي اي اسم بنت بحرف الشين يا شيماء. عندك حق. دي مش محسوبه يا مازو. بلد شيكاغو. شمال افريقيا. ايه الغباوه دي؟ سد ودان بول يا حبيبي، احسن تعيدي منه. خايفه يتعيدي مني ومش خايفه يتعيدي من ابو الملط. يعني بتمنى هيك اختياراتي للاعمال اليوم والمسلسلات ترسم لكم بسمه او ضحكه سعيده من بعد رجعت الشغل. بعرف عطله طويله، واحد بيكون شوي هيك متوتر. فهذه كانت المسلسلات، ولمحبين الافلام في فيلم على شاهد اسمه وقفه رجاله، بيجتمع فيه هيك مجموعه من الاصدقاء بعد غياب سنين لينقذوا واحدهم من ورطه، وبلاقوا حالهم بمواقف كوميدية ما بتخلص لما يسافروا على مدينة ساحلية. شوفوا هالفيلم. أقول لي إن أنت موافق تيجي معانا سوما بي. إيه ده؟ هاي جايز، يلا بينا، أنا حصايب. يا ابني ده احنا آخر مرة اتفقنا نتقابل وتقابلنا بالفعل كان من 3 شهور. احنا متقابلين رمضان اللي فات يا مسطول. ما رمضان اللي فات من 3 شهور. عادل ارجوك بقى قول لي ان انت موافق تيجي معانا سوما بي. نسافر ازاي في هند؟ بالعربيه. خدني معاك والنبي والنبي. هات المفتاح انا اللي هسوق. هي تركت ابوك مثلا. هتغلط ابويا اغلط فمك يا شوقي. انا اللي هسوق. والهايلايت اليوم لفقرة شاهد مش بس لليوم والأسبوع كله اللي فات، لأنه من بعد عرضه بأول يوم عيد الأسبوع الماضي تصدرت مسرحية كوكو شانيل كل الترندات صراحة، وحصدت إعجاب كبير من الجمهور ونجوم العالم العربي بهذا الإنتاج الضخم. واليوم لكم مشاهدين صباح الخير يا عرب، رح نعرض لحظة دخول شريهان لأول مرة على المسرح بهذا العمل، خلينا نشوف. يعني عم تشوف يا سارة هذه اللحظات قديش مؤثرة بالنسبة للنجمة الكبيرة شريهان. يعني معي اليوم إعلامي وممثل شارك بدور البطولة طبعا أمام النجمة شريهان أيمن قيسوني. صباح الخير، ومنقول لك ألف مبروك لإلك للعالم العربي لكل الجمهور العربي والعالمي حتى هذا الدور. مرحب فيك معنا اليوم.
عاملين ايه؟ صباح الخير وصباح الخير المشاهدين، عاملين ايه؟ كله تمام؟ وحشنا 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 يا ايمن. جدا جدا. انا حاسك هيك في ست وراك وكل شيء عم بصير، بس قبل ما نحكي عن عم بتصور بدنا نحكي عن هذه المشاركه الضخمه والرائعه بمسرحيه كوكو شانيل. اعطيني هيك اجواء الكواليس، التحضير امام نجمه كبيره بحجم شريهان، كيف كانت؟ هو بصراحة أنا أول ما جالي المكالمة ما كنتش مستوعب إن يعني هو is this true ولا يعني حد بيهزر بيلعب معايا prank. فكانت بعد أول صدمة رحت عشان أمضي العقد في الاستوديو في المسرح. بصراحة شريهان كانت بتتمرن بتحضر ولقيتها وقفت كده وجايالي، فانا مش فاهم هي جايه لمين. لقيتها وقفت قدامي وبتقول تمسك ايدي كده بتقول لي انا فخوره جدا ان انت معايا، اللي هو كنت عايز اقول لها يعني لا انا اقول لك انا ايه. يعني هي متواضعه وقريبه للقلب، وكل الناس يعني بجد يعني حتى لو اختفت السنين الطويله دي هي من الشاشه، شريهان ما اختفتش من قلوب الناس، ان مفيش حد اتعامل معاها شافها كلمها ما بيحبهاش بطريقه بتخش بتاع السكيورتي بيكون عارفها بتطمن عليه وعلى اهله. اكسبيرينس معاها هي والتحضير، يعني المشهد اللي انا وهي بنعمل رقصه ده تحضير بتاع دقيقه ونص أخذنا 3 أسابيع. واو. الرقصة اللي في الهوا دي أخذت يعني فترة طويلة جدا، مش يعني لو قعدنا نحضر لمدة مثلا الثلاث أسابيع بس كانت أول ثانية ونص. الرقصة اللي فوق ما أخذتش نفس الوقت، هي أخذت يوم تصوير، بس الأديتنج اللي اضطروا يعملوه للمشهد ده يعني انا للاسف انا امبارح بس اللي قدرت اتفرج على المسرحيه. انا I was amazed بالاخراج بالبرودكشن، يعني حتى انا اللي شايف العمل وهو بيتعمل ما كنتش مصدق الجمال والاكسلنس والبروفيشناليزم اللي احنا وصلنا له في العالم العربي. يعني انا فخور يمكن عندك هيك سؤال لك، بس كنت في المشهد ده انا فخور جدا ان انا كنت في المشهد ده. أيمن إحنا فخورين بك كمان صراحة، ويعني أصلاً عودة شريهان على المسرح فرحتنا أوريدي مهما كان إيش كان عن إيش. لكن أيمن كيف تم اختيارك عشان تأدي هذا الدور؟ بصراحة ما أعرفش، ممكن الأستاذ جمال عبد يقول لي هو إن ساعتها كنت يعني كان في كذا مسلسل كنت بعمله في السنة يعني لما السنة اللي إحنا كنا بنصور فيها والسنة اللي قبليها، فكنت على البال فممكن يكونوا اختار، بس يعني كان في كذا دور في المسرحيه. انا مبسوط جدا بالدور ده، هو مع ان كل الادوار حلوه، يعني اي حد يكون عنده مشهد واحد في المسرحيه دي طبعا يعني حلو. وبقى انا كمان منبهر بالديكور بالكوستيومز، ما فيش اي حاجه كانت ناقصه بالاكسبيرينس. والله احنا مبهورين كمان يعني يا ايمن صراحه 100%. الاوتفيتس اللايتنج الاديتنج رائع صراحه، كله هو عمل يعني كامل متكامل، وهذا اكيد بيوعدنا باعمال نحن منتظرينها بهذا المستوى وان شاء الله اكيد لقدام اكثر. بس هيك كنا سمعنا هيك بالكواليس صار في معكم مثل حادثه معينه، اجواء الكواليس كيف كانت؟ فيك تخبرنا شوي؟ ما بص احنا المشكله كواليس انا ما بس الدور بتاعي انا الرقص انا ماليش في المزيكا قوي، يعني ما عنديش الودن الموسيقيه، فاللي هو يعني الكواليس اللي هو حسيت ان شريهان الحمد لله كانت صبوره معايا، ان لو كان حد تاني كان ممكن يقتلني. يعني كل شويه على البيت لازم تعمل حرق، انا على اني بيت الصراحه انا مش سامع بيت. هاي هلو هاي هذا مين؟ دي كواليس ثانية. كواليس ثانية عم بتصير معه. سريعا بس بدنا نعرف منك شو عم بتحضر هلا، عم تعرف عليك وعلى كل العيلة وعم تعرف حتى على الكواليس اللي انت موجود فيها، فسريعا خبرنا شو عم بتحضر، وهل في عن جد عمل اخر رح يجمعك مع شريهان قريبا؟ على الهواء على نيو تي في، لا قبلك ولا بعدك، برضه كان واقف فترة طويلة ورجع دلوقتي. أنا ومراتي نسرين بنجهز لبرنامج المفروض عايزين نطلعه. وفي كلام على مسلسل تاني، فده اللي عمال بيحصل اليومين دول.
جميل جدا جميل. أيمن شكرا كثير لك، يعطيك ألف 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 عافية وكل التوفيق لك بكل شيء، ونحن عن جد فخورين فيك وفخورين بهذه المشاركة اللي مش بس بترفع رأس العالم العربي، فينا نقول بالعالمية نحن اليوم اسمنا موجود بهيك إنتاجات وأعمال ضخمة. شكرا كثير يا أيمن. قفزة قفزة كبيرة الصراحة في عالم التمثيل والإنتاج والمسارح، فمن جد فخورين فيك يا أيمن، وشكرا أنك موجود معنا اليوم، وتحية لكل عائلتك. هو مستني بس عشان يقوم داخل على الكاميرا على طول. اهو داخل على الكاميرا على طول. شكرا أيمن. رأفت صراحة زي ما كنا بنقول الأوتفيتس أصلا شيء خيالي، وأمس قلت لهاني على فكرة أنه ترى أول مسرحية شفتها في حياتي شريهان وما حتكون الأخيرة هاي. شفت كيف